خلال فقرة مطبخ دامتي شاركي فنون طبخ الشعرية مع دامتي. عندك شعرية ودامتي جديدة الخاصة بالشعرية والمقارونية؟ حضري أجمل طبق من ابتكارك، ضيفي جوج مكونات باش تفني فيه وشاركيه معنا على الواتساب على الرقم 0702024040. منتوجات دامتي للفوز كل يوم ومقلات كهربائية إير فراير كل أسبوع. من جديد مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا بكل السيدات اللي كيشاركوا معنا من خلال المسابقة ديالنا على رقمنا الواتساب اللي هو 0702024040 على شدايفة. أكيد بزاف ديال الوصفات ما شاء الله كتبعتوها، وديما كنصر على أن يكون الاسم ديالكم باين. هذه من الأمور اللي هي بسيطة جدا، الاسم بالكامل الله يعطيكم الخير، وأكيد المنتوج اللي استعملتيه في القلب ديالها دائما ما تغلطوش ليا في المنتوج رجاء. مرحبا. إذا نقاط كثيرة كنشاركوها معكم، وأكيد ما تنسوش أن المشاركات ديالكم دائما مرحب بها على الرقم ديالنا اللي هو 0702024040 على شدايفة. من دابا شويه غنديروا القرعة ديالنا ديال الأسبوع، مي دابا غنمشيو مدينة سطات. السلام عليكم. وعليكم السلام. شرفيني بالاسم ديالك. الحمد لله. شرفني بالاسم ديالك. نورا أبو عبرة من مدينة سطات. مرحبا نورا. نورا انت شاركتي معنا وبعتي بزاف ديال الوصفات. أيه. ودجا كنتي مشاركة معنا، حنا دائما كنرحبوا بالجميع مرة ما فيها باس. دائما الغالب كنبغي حتى اللي كيشاركوا معنا بطريقه اللي هي جديده. صيفطي بزاف ديال الوصفات. أيه. ناخذ اخر وصفه. شنو الوصفه وشنو المقادير والمنتوج اللي استعملتي في القلب ديالها نورا؟ واخا اختي، عملت منتوج مكعب مرق خاص بالشعريه والمكرونيه، ودرت الشعريه الموين. شنو درتي في المنتوج؟ درت ناخذ المقادير. اييه. واخا اختي، درت واحد الكوكوط درت فيها مقيله، درت فيها واحد شويه ديال البصله موين ما تكونش كبيره بزاف. اييه. وشويه ديال الثومه شحرتهم مزيان، واحد جوج مطيسات محكوكين، وشويه القزبر والمعدنوس، ومكعب مرق خاص بالشعريه والمقاونيه. واخا ما ديريش العطريه الصراحه كيتي. شنو هو هذا المكعب نور؟ انت باش مشاركه ديال طعمتي، مكعب مرق طعمتي الجديد خاص بالشعريه والمقاونيه. يلا. اييه. ودرت واحد معلقه ديال الطماطم المعلبه، ودرت العطريه سكين شبير تحميره الخرقوم معرق المليحه، ورقه زيت ناموسة صافي. وشحرت هذا الشيء مزيان وبللت بالماء سخون. وبغيتو ديروا لدان اللي عندكم متوفر، بغيتو غير ما ديروا عادي، تخلو غير الشعريه تساك بمكعب مرق جديد راه كيبللها بلا يعني بدون لحوم. كل واحد وعلى المستطاع ديالو. صافي بللت بالماء سخون، تتبلل لي هذاك داك الطفيله اللي درت داك الشيء، ودرت واحد تقريبا واحد الرابعه ديال الشعريه في موين صافي. بغيتو تخلوها شوربه عاديه تخليوها، بغيتو انا درتها شويه عاقده. ودرتها شويه عاقده باش كنشبع الوليدات، وهكا راك عارفه الوليدات ما تيبغوش داك الشيء ساري بزاف. صافي بقيت كنحرك ديك الشعريه ديالي، كنحرك درت واحد شويه من اختياري، بقيت كنحرك فيها حتى شربات ليا مزيان. صافي وقدمت هاد الصحة والراحة اللي بغا يدير فيها اللحم الدجاج، المهم أي واحد على حساب المستطاع شنو عنده. وصراحة كتجي بنينة. الله يعطيك الصحة. أول والله العظيم أختي جميلة، وشكرا بزاف. العفو. أول شيء شكرا لك نورة على التواصل على الوصفة ديالك، وكتربحي معنا مجموعة من المنتوجات من دامتي. شكرا لك نورة. شكرا لك. شكرا لك.